هلا احنا كنا حابين نعرف مين اللي قتل قائدنا الراحل، اكيد هو الاحتلال، ولكن لازم نتاكد من هذا الموضوع لحتى نقدر نواجه كل العالم بالحقائق. والاحتلال الاسرائيلي دخل كل مناطق الضفه وحاول يقتل كثير وقتل كثير من ابناء شعبنا. ابو عمار بالنهايه قتلوه لانه لاخر نفس وهو بدافع عن اولاد شعبه بالحرب وبالسلام، يعني دبلوماسيا وكمان بالبارودي بالسلاح. بالروح بالدم نفديك يا اقصى، بالروح بالدم نفديك يا اقصى، عالقدس رايحين شهداء بالملايين، عالقدس رايحين شهداء بالملايين. انه احنا رح نمشي على خطى وعلى عهد ابو عمار، وكمان على كمان خطى رئيسنا القائد الحالي ابو مازن، لانه بده يشوف فينا كلنا المستقبل لفلسطين، وبده يقاوم فينا كلنا جيش الاحتلال، وبده يقاوم فينا اسرائيل اللي عم تكبر بقوتها العسكريه، لا احنا عم نكبر بابداعنا وفكرنا، ورح نحاربهم قدام كل العالم، وان شاء الله رح يطلعوا من فلسطين مهزومين قريبا.